حدا هون؟ نجيب أويانيك معي؟ أعطيني العنوان. أنت جيب جلال وبعدين خود أخوك. شو عم تعملي هون؟ وليش انصدمت؟ ممنوع اجي اشوفك؟ اللي دائما بتتهرب مني بجي بلاقيها بوشي، معقول ما انصدم؟ أخي كنت بدي أحكي من شوي بس بوقتها ما قدرت. يلا أحكي، واضح في عندك مشكلة كبيرة لهيك أحكي. شكله في واحد من اللي حطيناهن يديروا كراج السيارات عم يسرق مصارينا. المسؤول عن مرقابنا اللي بمنطقة بيبيك اسمه جان. إيه شو عم تحكي؟ قصدك هو سرق لنا مصارينا؟ مصاريي أنا؟ إيه للأسف يا أخي. طيب اللي قديش سرق عديم الشرف؟ سرق منا كتير. اسمع، معك من هول للصبح بتلاقي هالكلب وبتجيبه لهون فورا، بدي طالع كل اللي سرقه من عيونه. ايه حاضر اخي. انت عم تبعدي عني لانه امي عملتك بطريقه مو منيحه؟ واضح انه كل شيء بيتعلق بجلال بيزعجها. هي كان عندها ابن ومضيعته من زمان، ما بدي زيد همومها. وشو يعني بهالسهوله عم تتخلي عني بهالبساطه؟ كنت مفكر اني صرت اعني لك شيء؟ الناس بيتخلوا عن كتير شغلات يا كرم. يمكن معك حق. مصيبة 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 مصيبة. معقول اللي عم بيصير حتى المخزن صار للحب؟ اسمعي، رغم كل شيء صار لا تزعلي من أمي، يعني هي كمان عندها أسبابها الخاصة. بصراحة عملت جهدها وتعبت كتير مشان تدرسني، وفشلت كل أحلامها بسبب مدير واطي. طيب لو كان عندك فرصة ممكن أنك ترجع للشرطة؟
شو بتقصدي؟ مجرد سؤال. يعني لو عندك فرصة ممكن تجرب حظك؟ موضوع رجعتي للشرطة أنا سكرته من زمان ملاك. شو اللي جابرك تعيش بهيك مزبلة؟ لأن اللي بيخسر ما بيضل في عنده خيار تاني. قصدي كان فيك تكون شرطي وفي نجوم عكتافك وهلأ عم تشتغل شوفير. ليش؟ شو قصة الشرطة اللي عم تركزي عليها؟ ممكن توضحي لي حكيك أكتر؟ كرم، روح. روح لأنه لسه عندك فرصة. ما بقدر. ليش؟ شو اللي مخليك هون؟ أنا بهالمكان للاقي اللي ضيعته. وشو هو هذا الشيء اللي ضيعته ممكن تلاقيه هون؟ الشمس بتشرق هون، واسمه الوحيد جلال دومان. يعني هذا هو قرارك؟ سومر لساته عايش، إمتى رح شوفك؟